مساء الخير للجميع. فقرة جديدة من فقرات ملخص كتاب، واليوم مع رواية المحاكمة للكاتب فرانس كافكا. نشرت رواية المحاكمة أول مرة في عام 1925، وهي من تأليف الكاتب الشهير فرانس كافكا. وقد اشتهر كافكا بالسوداوية والتشاؤم في كتاباته، حتى أصبح اسمه مذهبا في الأدب يدل على ذلك. وقد توفي كافكا قبل أن ينشر الرواية، وكان قد أوصى صديقه أن يتلف الرواية، ولكن صديقه خالف الوصية ونشرها لأنه رآها رواية مفهومة، رغم أن كافكا لم يحدد الجريمة التي تجري المحاكمة من أجلها. تدور أحداث الرواية في عام 1925، تبدأ عندما وجد جوزيف كي، وهو مصرفي مرموق نفسه، يحاكم من قبل محكمة لم يسمع بها من قبل بسبب جريمة لا يعرف ما هي. بالرغم من أن كي حاول الدفاع عن نفسه منطقيا، إلا أن النظام القانوني المحير أرهقه باستمرار. تنتهي الرواية بإعدام كي المفاجئ، عندما يقوم رجلان استأجرتهما المحكمة برشق سكين حاد في قلبه. نشرت رواية المحاكمة بعد عام واحد من وفاة كافكا، وهي واحدة من أشهر أعماله وأكثرها تميزا، لأنها رمز للفرضية السردية المشهورة والتي كان مشهورا بها، عن رجل وحيد يحاول عبثا إيجاد طريقه للهروب من مأزق سخيف وكابوس مرعب، وجد نفسه في فيلم لا يستطيع الخروج منه. كتبت الرواية بين عامي 1914 و 1915، وظلت غير مكتملة خلال حياة كافكا، بالرغم من أن كافكا كان قد طلب حرق أعماله غير الكاملة عند وفاته، إلا أن صديقه ماكس برود قام بتجميع أعماله ونشرها فيما بعد. باستثناء الفصلين الأول والأخير، كتب كافكا الرواية دون ترتيب معين، لكن برود قام بترتيب الفصول وترك بعض الأقسام التي اعتبرها ثانوية، ثم أضاف هذه الأجزاء في نهاية الرواية في بعض الطبعات. عرضت الرواية بعد تجهيزها للإذاعة والمسرح والتلفزيون، وأنتجت فيلما سينمائيا لأورسون ويلز عام 1962، وفيلما آخرا من بطولة توين بيكس عام 1993. ملخص الرواية: في عيد ميلاده 30، يستيقظ جوزيف كي ليكتشف أنه قيد الاعتقال بسبب جريمة لم يقترفها ولا يعرف ما هي. يقوم حارسان يرتديان ملابسا سوداء باحتلال غرفة المعيشة في منزل كي. يصر الحارسان على أنهما مجرد مسؤولان صغار الرتبة وليس لديهما معلومات بخصوص اعتقاله. يلتقي كي برئيس الحراس ويبلغ كي أن اعتقاله لا ينبغي أن يمنعه من ممارسة حياته وعمله كالمعتاد. بعد يوم من العمل في البنك الذي يشتغل فيه منصبا بارزا، يعود كي إلى المنزل ويتحدث عن قضيته مع فروغورباخ، مالكة المنزل الذي يقيم فيه. بعد مواساته، أزعجته غروباخ بلومها لزميلة السكن فراولين بورسنر لسلوكها الجنسي غير الأخلاقي. يبقى كي مستيقظا حتى تعود فراولين بورسنر إلى المنزل ويطلب التحدث معها في غرفتها. يعتذر عما دار بينه وبين الحارس ويخبرها بحكاية اتهامه، ثم يقوم بتقبيلها بشدة. تتلقى دفء مشاعره بشيء من الإرهاق واللامبالاة. في صباح يوم الأحد التالي يحضر كي الجلسة الأولى لمحاكمته. يصل إلى مبنى سكني مهجور ويدرك أنه لم يعطى العنوان بالضبط. يجد قاعة المحكمة في الطابق العلوي بعد طرق العديد من الأبواب بطريقة عشوائية. يوبخه قاضي التحقيق لتأخره، ويبدأ الجلسة بمخاطبته باسم مختلف. ينتقد كي اضطراب المحكمة ويحاول إحراج القاضي من أجل إقناع الناس المجتمعين بمشاهدة الجلسة. أحد جانبي القاعة يصفق له، بينما يبقى الجانب الآخر صامتا. أثناء فترة الاستراحة
يدخل كي بين صفوف الحضور ليكتشف أن الرجال ليسوا من الجمهور العاديين، بل كلهم أعضاء في المحكمة يرتدون شارات مطابقة، ويغادر بعدها غاضبا معتقدا أن الحضور قد تظاهروا فقط بأنهم منقسمون إلى فصلين. يعود كي إلى المحكمة يوم الأحد التالي ليكتشف أنه لا توجد جلسة استماع مقررة. يلتقي بامرأة تعمل في غسل الملابس، وهي زوجة حاجب المحكمة، تحاول إغواءه وتعرض مساعدته في قضيته، إذ وعد بأخذها بعيدا عن هذه المحكمة الرهيبة، حيث كان كل من القاضي وأحد الطلاب يقومان بمعاكستها. يصل الطالب لكي يأخذ المرأة ويخرج بها، ثم يلتقي كي بزوج المرأة الذي يرافقه في جولة في مكاتب المحكمة. يعلم كي أن المتهمين الآخرين يعيشون بشكل أو بآخر في غرفة الحجز، هناك ينتابهم الضعف والارتباك، ويصاب كي بالغثيان عند مشاهدتهم ويطلب ترك المكان. أثناء عمله في البنك يفتح كي غرفة تخزين ليجد رجلا يرتدي جلدا أسودا ويقوم بضرب الحارسان ويليام وفرانز. يدعى الحارسان وهما في حالة غضب، إن شكاوي كي أمام المحكمة أدت إلى عقابهما، فيجيب كي بأنه لم يكن يعلم أن كلمته ستؤدي إلى عقابهما، ويعرض رشوة الرجل الذي يقوم بالضرب، لكن الأخير يرفض التوقف عن عقابهما ويغادر كي. ويحاول في اليوم التالي لكي يكتشف أن نفس المشهد يتكرر مرة أخرى. بعد سماع أخبار محاكمة كي يزوره عمه كارل لمساعدته في قضيته. يقوم هو وعمه بزيارة الهير هولد وهو محام مريض للغاية وطريح الفراش. تصادف وجود مسؤول في المحكمة في غرفة هولد. بينما يناقش المجتمعون قضية كي ينسحب كي بعيدا عند تحطم ليني وهي ممرضة هولد. إنها تحاول إغواء كي، ويقوم الاثنان بممارسة الجنس، ثم تعطيه مفتاحا للمنزل. يقوم عمه بتوبيخه ويتهمه بسوء السلوك الذي أضر بملفه الشخصي في نظر هولد وباقي المسؤولين. يجلس كي على مكتبه ويفكر في كيفية استمراره في زيارة هولد، لكنه شعر بالإحباط من تردد هولد في الكشف عن تقدم سير القضية مع مسؤولي المحكمة. يعتقد كي أنه يجب عليه استبدال هولد وتولي مسؤولية القضية بنفسه عن طريق تقديم ملخص مفصل لحياته بأكملها. ينقطع حبل أفكار كي عندما يزوره أحد عملائه في العمل وينصحه بمقابلة رسام يمكن أن يساعده في قضيته. يترك كي العمل ويقوم بزيارة تيتوريالي وهو رسام يعمل لدى المحكمة، ويقوم برسم صور القضاة. يقدم تيتوريالي معلومات مفيدة لكنها محبطة عن المحكمة، قائلا إنه لم يسمع قط عن أي شخص قد تمت تبرئته بهذه المحكمة. الخيارات الباقية المتاحة أمام كي هي إبقاء قضيته حية إلى أجل غير مسمى من خلال إبقاء القضاة سعداء، أو عن طريق وقف الإجراءات مؤقتا مع احتمال اعتقاله مرة أخرى في أي لحظة. في منزل هولد يلتقي كي ببلوك تاجر الذرة، وهو زميل متهم عميل لهولد. أثناء وجود ليني عند هولد يبلغ بلوك كي أنه كان يقاتل في قضيته لمدة 5 سنوات ووظف 5 محامين بخلاف هولد. كان بلوك تاجرا ناجحا لكنه فقد كل شيء بسبب قضيته. يهرع كي إلى غرفة هولد ليخبره أنه سيطرد محاميه من قضيته. يمنحه هولد بعض الوقت لإعادة النظر، ويدعو ليني وبلوك إلى الغرفة، إذ يشاهد كي هولد وهو يظهر قوته من خلال إدلال بلوك ومعاملته معاملة الكلاب. يكلف كي بمرافقة عميل إيطالي مهم للبنك حول العاصمة. يتواعدان على الاجتماع في كاتدرائية، لكن الإيطالي لا يصل في ميعاده. يدخل الكاهن منبر الكنيسة المظلمة ويخاطب كي بالاسم، يخبره أنه قسيس السجن
وقد جاء للحديث عن القضية التي يفهم أنها لا تسير على ما يرام، ثم يحكي الكاهن حكاية بعنوان أمام القانون. جاء رجل من الأرياف يستجير بالقانون ويرغب في الدخول إليه من خلال الباب، لكن حارس الباب يخبر الرجل أنه لا يستطيع الدخول في الوقت الحالي. يسأل الرجل عما إذا كان بإمكانه المرور في أي وقت، فيجيب حارس الباب إن ذلك ممكن ولكن ليس الآن، تعال غدا يا محترم. ينتظر الرجل عند الباب لسنوات ويرشي حارس الباب بكل ما لديه من إكراميات. يقبل حارس الباب تلك الرشاوى بنهم ويخبره بأنه يقبلها فقط حتى لا يعتقد أنه قد ترك شيئا لم يفعله. لم يحاول الرجل ضرب أو قتل حارس الباب للدخول عنوة إلى القانون، لكنه ظل ينتظر وينتظر عند الباب حتى بات على وشك الموت قبل وفاته مباشرة. يسأل حارس الباب لماذا لا يمكنني الدخول مثل كل من يستجير بالقانون، فيجيب حارس الباب لا يمكن قبول أي شخص آخر هنا لأن هذا الباب صنع خصيصا لك وسأقوم الآن بإغلاقه. يعتقد كي أن القصة تدور حول كيفية خداع الرجل بالمماطلة، في حين أن الكاهن كان أكثر تعاطفا مع الحارس. في الليلة التي سبقت عيد ميلاد كي 31، وصل رجلان يعملان في المحكمة إلى غرفته، أخذاه من ذراعه إلى مكان خارج حدود المدينة في ضوء القمر، جرده من ملابسه ووضع رأسه على حجر مسطح، بينما أمسك أحدهما برقبته وبينما الآخر قام برشق سكين طويل حاد في قلبه، فيصرخ كي وهو يموت قائلا مثل الكلب. في نهاية المطاف ليس بيدك إلا أن تقبل الأشياء كما هي، وقبل هذا وذاك لا تلفت الأنظار إليك، أبقي على فمك مغلقا مهما كان ذلك ضد طبيعتك. ويجب أن تفهم أن وراء هذا النظام العظيم للعدالة حالة من التوازن. كانت هذه هي كلمات كافكا عن روايته المحاكمة. إن كافكا لم يقدم لنا سوى الاستسلام وقبول الموت عن صدر رحب كأنه الخلاص الوحيد. كان سقراط من قبله امتثل للعدالة ورحب بالموت وفضل ذلك على أن يخرق العدالة بالهرب، لكن نيتشه قدم لنا الفن كعلاج لعدم معقولية الحياة، ودوستويفسكي قدم لنا الحب.